ما لم تقله أمي. يعجبني دخولكم علي وفي أيديكم ما يشعرني باهتمامكم ولو كان بسيطا. ما لم تقله أمي. يحزنني انشغالكم بهواتفكم عني فلا تراعون جهلي بهذه الأمور وكأني طفلة بينكم لا أفقه شيئا. سبحان الله، ما أقسى قلوبكم علي في تلك اللحظات فلا تعيرونني أدنى انتباه. ما لم تقله أمي. يؤلمني وقوفي في المطبخ مع آلام ظهري وتيبس قدماي، فهل أصبحت خادمة لكم ولأطفالكم؟ فلماذا لا تساعدونني؟ ما لم تقله أمي. يبدو أنكم جئتم للحديث بينكم وليس لي نصيب من الحديث معكم، فلا يعجبكم حديثي ولا يعجبني حديثكم. ما لم تقله أمي. كم يسعدني أن تشعرونني بشكركم لي على ما قدمت، وكيف عرفتم مقدار التعب الذي تعبته حين أصبح لكم بيوت وأبناء، ولا تلومونني في كثرة السؤال والبحث عنكم كما تبحثون وتسألون عن أبنائكم، فأنتم لازلتم أولادي وقلبي يعتصر شوقا لاحتضانكم. ما لم تقله أمي. لست بحاجة إلى توجيهاتكم وكأني طفلة لا تحسن التصرف. افعلي هذا يا أمي ولا تفعلي، فقد بلغت من الكبر عتيا، وأنا بحاجة إلى بركم وتلطفكم لي. ما لم تقله أمي. قد كنت خادمة لكم في الصغر، أفلا أحتاج جزءا من أموالكم شهريا؟ فكم ستدخلون علي من السرور، فأنا أقطف ما زرعت وسترون البركة في دعواتي لكم. ما لم تقله أمي. لماذا تغضبون بسرعة؟ أنا لم أقصد انتقاص أزواجكم أو زوجاتكم أو أبنائكم، فأنا أمكم ويهمني ما يهمكم. ما لم تقله أمي. أفرح كثيرا بزياراتكم فاجئة لي في أي وقت، وبالذات عندما أكون لوحدي. ما لم تقله أمي. سيأتي يوم تدخلون علي بيتي ولا تجدونني، فتقبلوا نصيحتي يا أبنائي، فمهما قسوت عليكم فأنا أحبكم، وتقبلوا تحيات والدتكم التي ترى جمال الدنيا في سعادتكم.